السلام عليكم وأسعد الله مساكم. عرفت ولاية بيجاية منذ قليل هزة أرضية قوية نوعا ما رعبت السكان في منازلهم، وهذه التفاصيل الكاملة تابعة الفيديو للأخير. سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء هزة أرضية قوية نوعا ما بلغت شدتها 3.4 درجات على سلم ريشتر. وحسب ذات المصادر فإن مركز الهزة حدد بستة كيلومتر جنوب غرب خراطة بولاية بيجاية على الساعة 6:53 مساء. هذا ولحد الساعة لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية باستثناء حالة الهلع والخوف والتي عاشها المواطنون والسكان المنطقة هناك.